بكل المشاهدين يلي انضموا لنا عبر شاشة سات أكاديمي ليتابعوا حلقة جديدة من برنامج فولو أب موضوعنا اليوم المجسمات الآلية المبرمجة لأي مدى أصبحت ضرورة بمجتمعنا الحالي أم هي بتشكل خطورة لنعرف أكثر تابعونا بها الحلقة مع ضيفة الأستاذ وسام دكاش مؤسس جمعية الجوكود وأيضا أستاذ معلوماتية وجوم خايل تلميذ شارك بي مسابقة الروبوتيك الفيكس روبوتيك بالولايات المتحده الامريكيه وراح يخبرنا عن تجربته كونوا معنا ما بعرف شيء عن الروبوتكس علم الروبوتكس هو علم الروبو الالعاب الالكترونيه والاشياء الالكترونيه وهيك الرجل الالي وهو من اكثر العلوم تقدما الى حد انه في ناس فهمانينها خطا للقصه بيعتبروا انه ممكن الروبوت يحل محل الانسان وهذا مش ممكن لانه الانسان هو عم يعمل الروبوت وبيتحرك باوامر من الانسان وبيوقف عن الحركه او عن تنفيذ الطلب باوامر الانسان الروبوتكس هو العلم اللي اللي بتعلق بكيفيه تصنيع الروبوت والبروجرامات تبعوله سمع فيه بس مش عارف شو هو سمع عنه قبل كثير بعرف من وقت طويل من من بدايه الروبوت من وقت من عقود يعني, يعني لا بس انه ولا وصل لمحل متطور جدا يعني لا عن جديد عم نسمع عنه مش من زمان يعني من سنه سنتين بس مش اكثر من هيك ايه في مدارس بتعطي هالعلم بتصور اكيد بالمنهج الرسمي اللبناني ما بعتقد انه عم عم تدرس بس حتما لازم تكون عم تدرس بالبرامج الاوروبيه انا ما على علم انه بتدرس بالمدارس اهلا وسهلا فيكم بهالحلقه من برنامج فولو اب استاذ بسام شفت الناس شو بيعرفوا عن الروبوتكس في عنا كتير يمكن معلومات مغلوطة بتحب تسوب لنا الموضوع المعلومات يلي المجتمع عنده إياها بموضوع علم الروبوتكس هي معلومات شوي إذا بدك منا معمقة بدائية لأنه هو علم جديد أخذ مساحة كتير كبيرة بعلم بالصناعة بالطب وبالزراعة وبمجالات تانية بالحقيقة الروبوتكس هو علم بيكمن ببرمجة المجسمات الألية من خلال جهاز الكمبيوتر وهالمجسم هيدا الآلي قادر يتصرف بحرية من دون ما يرجع للإنسان ويأخذ قرارات لينفذ مهمات دقيقة بمحلات بتشكل خطورة للإنسان مثل على القمر تحت الارض بمحلات فيها حراره كثير عاليه غير بالمحلات الثانيه مثل اذا قلنا بالصناعه اما بالتجاره مثل ما حكينا من شوي فاذا هذا العلم هو موجود بس عم يتطور بتطور التكنولوجيا وبتطور المعلومات اللي صرنا عم نشتغل عليه؟ يعني ايه بلش يصير اشخاص بدهم يقولوا بدنا نتعلم او بدنا نشتغل؟ لا هو موجود موجود من من فتره من فتره يعني تحديدا ما في سنه محدده منقول فيها انه نحن اليوم الروبوتكس صارت موجوده هي نعم. هي تطورت يمكن هي تطورت بالحقيقه كل كل اله موجوده بمصنع بتشتغل لحالها بوظيفه محدده وبدقه معينه نعم. تعتبر روبوت بمحل معين بس بالطريقه الكلاسيكيه للكلمه اليوم مع تطور العلم المعلوماتيه والبرمجه والاتصالات نعم. وهال كلها هيدي شفنا الروبوت باشكال مختلفه قريبه منا اكثر اليوم بنشوف شخص مجسم باوتيل بنشوف اله عم تشتغل لتفرز اغراض حسب اللون تبعها نعم. والى ما هنالك فاذا علم موجود بس تطور مع تطور العلوم المعلوماتيه والاتصالات يعني جو بونجور بونجور اهلا فيك اول شيء آه, كيف تعرفت على الروبوتيك كان عندها أميرة نيو مع أصحابها كارول كان عندها اجتماع مع أصحابها إيه كارول التاف هي كان عندها كلاب كريوشندو فرجتني صور وأنا حبيت جربت و... وحبيت أه؟ إيه شو عملت؟ شو كنت عم تعمل بس أنت عم تروح تعال تشتغل بالروبوتكس؟ بنركب بر... روبو نعمل له تيرجع يقدر يمشي و... بس تبرمجوا لهالروبو ببرمجو شو يعمل؟ يقرب ويرجع يزيح يلم رينجز حطهم بتيوب و حسب اللون؟ ام هيك بس يحطهم عادي؟ لا هو نحن بنعمله بال بالمنت. انت انت بتجرب ساعده هو كيف لازم يلمه. نرجع يمكن شفنا هون تلميذ قديه عمرك جو؟ ثمان ثمان سنين يعني ولد عمره ثمان سنين عم بيحكيك انه هو اشتغل بالروبو هو بلش يعمل له بروجرامينج قد بتحس هيدا التطور ممكن يساعد الاجيال الجايه حضرت كونك استاذ كمان بالمدارس ومؤسس الجو هذا هذا العلم هو بالحقيقه اساس يعني وبعتقد الاختصاصيين يلي عم يسمعونا بهالحلقه بيعرفوا كتير منيح انه فرض حاله بكتير من دول غربيه اليوم نحن اذا بنسال حالنا سؤال اولادنا وقت يوصلوا على صف ال يعني على على اخر صف بالدراسه نعم ليتخرجوا على الجامعه بنسال السؤال شو هن العلوم يلي بيكتسبوها نعم آه، انه عندهم علوم الرياضيات الفيزياء الكيمياء وعلوم الحياه هودي العلوم اختبروا على سنين طويله طبيعي نعم. بس السؤال الكبير يا هني كيفين هل ترى هن كافيين لهالطالب هيدا ينتقل من دراسة المدرسه للجامعه على الاكيد لا اليوم الروبوتكس والبرمجه هن علوم فرضوا حالهم بالمجتمع وبالدراسه المدرسيه هن بيكملوا بقيه العلوم لا هن بيكملوا بقيه العلوم وهن اساس يعني اليوم نحن ما فينا نتخيل مهندس ما يكون عنده خلفيه بالبرمجه وبالروبوتكس، اما شخص بيشتغل معلوماتيه كمان ما عنده هالثقافه وهالباك جراوند هيدا، معظم الجامعات اليوم بلبنان وبدول عربيه عم بتدرس آه ماده جديده اسمها آه آه روبوتكس، ليش؟ نعم لانه شافوا انه الطلاب يلي عم يتخرجوا من المدرسه ما عندن هالثقافه هيدا فبقى هن مضطرين انه يدرسوها لحتى يكونوا نعم. عم بيواكبوا التطور العلمي والجامعي بالدراسه. من هون يمكن خلقت عنا حاجه من انه بعد ما فاتت الروبوتكس بالمنهاج انخلقت حاجه انه يصير في مؤسسات او جمعيات جانبيه عم تعطي هالماده؟ صحيح هلا بالمدارس في محاوله جديه بقسم كبير من المدارس بلشت تدخل هالعلم هيدا من ضمن المنهاج الدراسي تبعها كونك حضرتك انت اشتغلت على المناهج وانت حاطط المنهاج تبع تدريس المعلوماتيه بلبنان وبعده دول عربيه قد ايه بتحس بدنا وقت لنقدر ندخل الروبوتكس بالمنهاج هي ما صعبه ابدا هي هي قصه اراده يعني اليوم مدرا المدارس والاساتذه المعلوماتيه اللي عم بي عم بيتعاطوا بهالشان هيدا بيكفي قرار واحد منهم لانه هن عاده عم يعطوا ساعه معلوماتيه بالجمعه بالاسبوع شو عم يعطوا؟ عم يعطوا القصص التقليديه اللي صار التلميذ بيعرفها بيعرفها لقدام وبنسمع على طول التلاميذ بيقولوا نحن عم عم نمرق بمرحله ملل وضجر طبيعي وقت نحن عم نعلمهم كيف يعملوا تايبينج على يكتبوا يطبعوا نص على 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 الكمبيوتر اما يرسموا اما يتعاملوا مع المشغل ويندوز اما الى اخره فاذا اليوم التلميذ امتين بيكون هو التلميذ عم يطلب المعلوم المعلومه وقت بتتحديه بمحل معين وقت اللي له مهارات جديده البرمجه والروبوتكس هن مهارات جديده بيتحدوا للطالب وهون اذا دخلناهم بالمنهاج رح يفرجوا طاقات عند التلميذ ما كنا شايفينها ورح تخلق فرق بتربيته بثقافته لمستقبله. هون إنت عم تحكينا عن الروبوتكس قد ايه كلفتها على المدارس اذا بدهم يبلشوا يدخلوها بالمنهاج؟ يعني في كتير مرات بيقولوا لك مكلفه انه في يمكن بدهم يشتروا الاغراض ليصير في عندهم ليقدروا يشتغلوا على الروبوت اما ليبرمجوا، قد ايه مكلفه لانه تدخل بالمدارس؟ هلا الكلفه منا كتير عاليه ما فينا نقول ارقام على الهوا اكيد نعم. لانه في عده مارك عده اصناف للروبوت، بس اللي بدي اقوله انا انه قد ما تكون الكلفه عاليه هلا ما ما, ما المشاهدين هي كلفه كثير بسيطه ومقبوله بس قد ما تكون الكلفه عاليه مش قد الافاده يلي نحن عم نقدمها لطلابنا هيدي هيدي افاده يلي بيشتغل بهالشان هيدا بيعرف عن جد قديش نحن عم نقدم يعني شفنا جو قديش بعمر 8 سنين قدر سافر مثل لبنان شارك ببطوله هيدي ما فينا نتخيل نحن قديش بتعطيه افاق جديده وقديه بتخليه يحلم لقدام وقديه بتطور عنده شخصيته نعم. لانه اليوم وقت بنحط طالب بهالعمر هيدا قدام تحدي نعم. بتكون عم تحضري للمستقبل المستقبل لانه اليوم التلميذ اذا ما تحدى حاله على عمر صغير وقت يكبر راح يكون عنده صعوبه يتحدى حاله لانه إحنا بنعرف المجتمع وقديش في تحديات ان كان بالجامعه ولا بالشغل الى ما هنالك. رح نتابع حديثنا بعد هالتقرير المفصل يلي رح نشوفه. روبوتكس يعني بس نعمل بروجراماسيون لروبو معين تا يعمل شيء نحن بدنا اياه نحن جايين هون تا نتعلم الكودينج ونعمل روبويات ونبرمجهم تا يمشوا كل واحد من عمره شكل تا يعمل شغله معينه نقيت هيدا الاكتيفيتي لانه بحب الروبوتيك وهيك وبنتعلم اشياء لوجيك انا بحب اشتغل باشياء من اول فيها المنتل كل شيء منتل وبحب اعمل انجينير وقت اكبر واشياء بالروبويات وهلا صار عالمنا كله متدخل بقلبه الروبويات من انا وصغيره بحب ليجو وروبوتكس وهيك وقت ما عرفت انه في روبوتكس بلبنان سالت لاهلي انه اذا في اجي خلونا انا بجي لهون لانه مفيد ومتعلم كثير اشياء شو الروبوتيك احلى من وهي وهذا هذا الشيء بيطور اللوجيك تبعنا وكرمال وقت نفوت بالجامعه بيصير يسهل علينا انه الاختصاص تبعنا صار عندي لوجيك كثير وصرت صار الروبوتيك عم بيساعدني بالمدرسه بالماث وبالساينس مثلا الاثنين بتسلى كثير وقت ما اجي لهون اخترعت ثلاثة ربع أول واحد عندي إياه بالبيت قلت له مثلا يروح يجيب لي كباية مي برمجته كل يوم بقول له روح جيب لي كباية مي بيروح يجيب لي إياها وحتى واحد ثاني بالبيت برمجته لخيي قلت له يعمل له شغلة مثل تيارة وما بعرف شو أعمل له إياها وثالث واحد هلا بعدنا عم نعمله انا ورفيقي هيدا الروبو بيفرز الالوان وبيتحرك حاطين له بريكس تا بنحط له البريكس وفي شيء اسمه كولر سنسر بيقرا الالوان ومنبرمجه تا يتحرك وكل لون ينزله بكباية الشكل في ثلاث مراحل تنعمل روبو اول شيء حسب وظيفته ثاني شيء منعمله حسب على طريقتنا وثالث شيء بنبرمجه كان لدينا كومبيتيشن بالجمعة اللبنانية برومية وكان في الكومبيتيشن لاين فولو وربحنا المرتبة الأولى شاركت ببطولة بلبنان وربحت البطولة كنت أول بطولة عم بعملها وربحت ورحت على كوساريكا تروح مثل لبنان هونيك تعرفت على العالم عندي اكسبيرينس كبيرة بتمنى انه الصبايا بيلقوا كود يطلع لهم هيدي الاكسبيرينس اللي انا طالع عليهم لانه راح يستفيدوا كثير منها هلا عم تحضر تنروح على مسابقه برا لبنان بتايلند عم نشتغل على روبويات تا يلحقوا معنا متحمس روح شارك بالمسابقه وبدي اعمل نتائج هلا عم بتحضر للمسابقه بلبنان شجع غير ولاد يجوا على... الـ. لأنه هون كتير بتستفيدي بعلمه كتير منيح وهون في روبوتكس بعلموك اللوجيك تبع الروبو كيف تبرمجيهم أنت وخليهم لحالهم إنهم يعملوها ولا البنات أنه بدهم يجوا لهون لأنه رح يستفيدوا من هالإكسبرينس أنا أحي أنا بنت جيت أنا لألجوكاد أول كور دخل حبيت الألجوكاد لأنه بتتسلي وبتتعلمي مع هيدي الاكسبيرينس كون في فيك فيك العالم بهيدي الاكسبيرينس بنتابع حلقتنا معك شفنا تقرير عن الجو كود بتخبرنا كيف اجتك فكره انه تاسس الجو الفكره ولدت من من حاجه حسيتها بالمجتمع نعم. شفت انه هالعلم قدي عم يتطور صار له هي صار عمرها أربع سنين نحن اليوم بهيدا الصيفية منبلش بخامس سامر كامب نشاط صيفي على شهر ونص مكثف خلقت الفكرة مثل ما كنت عم أقول وقت الحسيت بحاجة بالمجتمع لطلابنا بالوقت يلي كانوا المدارس مغيبين هالعلوم هيدا تحديدا علم الروبوتكس قلت أنا أنه طلابنا حقهم يتعرفوا على هالعلم هيدا أه، تواصلت مع استاذ جوان حبيش أه، كان مرحب للفكره بشكل يعني. كثير اساسي وداعم لهالمشروع هيدا وشجعني انه ناسس إن هالجمعيه الخيريه اللي هي بتشتغل على نظام الان جي او ما بتبغى الربح أه، يعني هي اليوم... ولدت من حاجه للمجتمع وكان في عندك دعم مادي لقدرت أه لا بالحقيقة... قدرت يعني لا قدرت صحيح يعني. صحيح والدعم المادي هو منا نحن اذا آه. بدك يعني يمكن نحن من الجمعيات القلال بلبنان يلي بيتكلوا على حالهم بهالموضوع لانه فعل ايمان صدقيني الجو وقت اللي اسسناها وشفنا قديش في اقبال على هال على هال على, هال على هالاختصاص هيدا وما كنا متوقعين صراحه يعني اليوم نحن بعد رابع سنه صار عندنا تقريبا بال 450 عيلة حطوا اولادهم عنا فوق ال 600 ل 700 تلميذ عم يتواصلوا معنا وعم يتعلموا في عنا طلاب مثل ما شفنا بالتقرير البنت اللي حكيت وسافرت بلشت بعمر 8 سنين اليوم صار عمرها 12 سنه وبتكمل لا تتخرج من المدرسه عم تتعلم لانه هن هي اذا بدك مهارات عم تكتسبها نعم وبتتطور يعني ما في خلص انه وصلوا لمرحله سكرنا تعلمنا كل شيء ما بقى فينا آه لا لا لانه لكل عمر في لكل عمر في برامج بتتماشى مع الاعمار تبعها وفيها توصل فيها لاخر سنه دراسه بهال بهالمهارات هيدي اذا حبت تعمل انجينيرنج اما اختصاص له علاقه بهال بهالاشياء اللي عم تتعلمها بتفوت على الجامعة صدقيني مرتاحة وعارفة حالها لوين بدها توصل يعني أه هلا بدي اسأل جو أه انت كم بكم مسابقة صرت مشارك؟ بمسابقة بلبنان وواحدة تانية بأمريكا بتخبرنا انت كنت أول سنة بتعمل روبوتيك ورحت شاركت بمسابقة كيف شفت هالمسابقة؟ شو حسيت؟ بالأول كنت تخوف بس بس عرفت إنه هيك هي ارتحت شوي أم تحت وبعدين شو عملت بس رحت على امريكا انبسطت كثير هلا انت وقت ربحت بلبنان كمان خفت انه صار في عندي شيء اكبر مسابقه اكبر بدي اروح عليها بامريكا بس عرفت انه في شيء حلو بامريكا كمان ارتحت وين كانت المسابقه كانت يد... بلبنان بانديو بالانديو يعني بجامعه وانت بعدك بالمدرسه وعمرك 8 سنين ورحت على جامعه ما حسيت انه اوف شو رايح اعمل انا كلهم كبار وانا هون صغير بيناتهم عم بعمل هالروبو شو كيف بدي خلص؟ بالاول هيك حسيت بعدين بس خلصت حسيت انه مش صعبه كان مش صعبه وكم فريق كنتوا ذاكر؟ بلبنان عم تتباروا مع بعضكم؟ لا مش ذاكر طيب وبس رحت على امريكا كنتوا كثير كثار بامريكا؟ اكثر من من لبنان اكثر من لبنان وانتم شو عملتوا كفريق شو جبتوا نتيجه هونيك كنا 60 60 بالعالم ايه بنفس الربو اللي سبقتوا فيه هون رحتوا تسبقتوا فيه هونيك مش هيك ايه, إيه وبس طلعتوا 60 هونيك شو حسيت كان كثير منيح اما لا يعني كان بدكم اكثر تكونوا احسن لا بس بس عرفت انه كنا 60 كثير انبسطت وان شاء الله ثاني سنة نعمل أحسن آه يعني أنت بدك تكمل ما زهقت <applause> هالشي أنه ربحت شارك بمسابقات بمسابقة باثنين خليك تقول أنه لا بع بدي تكمل مثل <applause> البنت يلي شفناها عم تحكي صار لها لأربع سنين وبلشت كمان كانت من عمرك <applause> يعني نحن نتمنى أنه مرت الجد تجيب لنا مرتبة الأولى بس مش مهم نربح مهم, مهم انو نشارك ومهم أنه ننبسط ونتعلم برافو أه شفنا قد ايه العلم عم بيعطي الاولاد اندفاع اندفاع مش بس انه يمكن عم بيعودهم على العمل الفريقي عم بيعودهم اكثر انه عم بيكونوا عم بيكتسبوا مه... غير المهارات خبره حياه قد أه ايه بيساعدهم بالجامعه هالشي هي هي هالشيء اللي عم ياخذوه هو اذا قبل الجامعه هو عمل يدوي نحن بنفتقد له اليوم بعصرنا نعم. لانه كلنا بنعرف انه تلاميذ طلابنا وولادنا شاطرين بس ب على الايباد وعلى نعم. التلفونات مضبوط. بس عمليا عمل اليدوي كتير صار قليل نسبه للاجيال اللي سبق نعم. اللي أه سبقت وقت يشتغلوا روبوتكس وميكانيكس هذا الشيء بيرجع بيخليهم يتفاعلوا مع ايديهم ويصير عندهم هالقدره على أه أه نعم تركيب يعني هيدي الفكره حلوه من انه يمكن إن اهلنا بيحكونا انه نحن كنا نخترع لعبنا صحيح 100% فبقى الروبوتكس هي ام الاختراعات يعني للولد مم. لانه من من قطع منفصله عن بعضها قادرين الطلاب يبتكروا اشياء منا موجوده وعلى طول بفاجئوكي بالاختراعات يعني مم. اليوم نحن بخبرتنا اربع سنين بالغو كود مئات الطلاب يلي يلي شاركوا بالدورات اللي نفذناها صبيان وبنات صدقيني كل مره كانت المفاجاه تكون اكثر ما منتوقع، بنطلب منهم يعملوا مجسم معين ما يطلع لنا مجسم مثل التاني ليش؟ لانه كل تلميذ بيشوف الاشياء بطريقتها، بي 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 هلا بموضوع الجامعه يعني فيها ابداع طبيعي فيها ابداع، طبيعي فيها ابداع، بموضوع الجامعه اكيد هو مدخل اساسي وثابت لحتى يقدروا ينطلقوا بدراستهم الجامعية تحديدا وقت اللي بنكون عم نحكي نحن عن شيء اسمه انجينيرينج اند بروجرامينج يعني تحديدا هندسه وبرمجه صحيح 100% رح نتوقف مع فاصل ومنتابع حلقتنا حول موضوع المجسمات الاليه مع وسام دكاش وجوم خايل كونوا معنا فيكم بالقسم الثاني من حلقتنا لليوم حول موضوع المجسمات الآلية. أه وسام شفنا بالقسم الأول من الحلقة أدى صارت الروبوتيك حاجة. أه بكرة أنت كنت عم تحكينا عن المستقبل. قلت لي إنه المستقبل هو الذكاء الاصطناعي. فيك تفسر شوي للمشاهدين اللي عم بيحضرونا للأهل اللي عم بيشوفونا أدى أهمية الروبوتكس للمستقبل وللاجيال الجايه؟ بالحقيقه هذا المستقبل بلش اليوم وبلش من امبارحه اذا بدك واكبر شركات بالعالم مثل سيسكو، انتل، مايكروسوفت عم يشتغلوا على هالموضوع واليوم انا بدعي المشاهدين يلي عم يحضرونا ان كانوا اهل ولا كانوا طلاب يفوتوا على يوتيوب او على الانترنت ويفتشوا على يعملوا بحث على شيء اسمه اي او تي المختصر تبع اي او تي انترنت اوف انا بسال المشاهد اليوم كم نوع من الاغراض يلي بنستعملهم كل يوم بحياتنا هني مربوطين على شبكه الانترنت اول رده فعل بتكون انه عندنا مئات الاف الاشياء المربوطه بالوقت اذا بنعدهم هن ما بيطلعوا اكثر من عشر اشياء بيناتهم الكمبيوتر التليفون الايباد التلفزيون التلفزيون اليوم الانترنت اوف ثينجز رح تربط اي قطعه عم تشتغل على الكهرباء على الانترنت وبصير فيها تحكم من خلال الاجهزه الكمبيوتر والتليفون هالشي هيدا بيتطلب اجيال عم تتخرج وبتفهم شو يعني روبوتكس وشو يعني برمجه مشان هيك اليوم الدعوه للاهل وللطلاب يلي عم يحضرونا انه يركزوا على هالاختصاص واذا بيقدروا وبتسمح لهم الفرصه انه يعلموا طلابهم اولادهم على هل هل العلوم هيدي نعم. بكير ما ينطروا الجامعه بيكونوا عم يخدمون احلى خدمه واحلى هديه بيكونوا عم بيقدموا لهم اياها يعرفون على هل على هالاختصاص يلي انطلقوا بقوه يعني نحن نعرف انه المستقبل للروبوتكس يعني لو شو ما تخصصنا اذا هلا بنشوف كثير مرات في عمليات جراحيه بتتطلب دقه صار في ربوع عم بيعملها اكيد الانسان موجود هون في كثير اشخاص بيجوا بيقولوا لك طيب نحنا وين صار دور الانسان؟ اذا بدنا نعمل عطول طول ما كانت حل محل الانسان، نرجع عطول طول لهالاشكاليه يلي كثير بيطرحوها. بس هون هل ممكن الروبو قد ما عملناه ذكي وكان يعرف يفكر، هل ممكن نستغني عن الانسان مثلا بالطب؟ لا اكيد لا، لانه هو اساسا اذا بدنا نحكي تحديدا بالطب، الروبويا الروبو يلي عم يعمل عمليه آه عم يعملها بناء على آه على تعليمات من الحكيم يلي بيكون موجود بشكل مباشر بالعمليه. اليوم الروبو الحكيم اذا بدنا نسميه، الروبو نعم. الطبيب هو عم بينفذ م. الأوامر تبع الحكيم الإنسان نعم. فبقى الفرق هي هي بدقة أكثر لأنه نحن اليوم عندنا بجسمنا أعصاب الروبوت بيقدر يعمل العملية بدقة أكثر بيقدر يعملها بوجع أقل وبيقدر المريض من بعد تاني يوم من العملية يروح يكمل شغله عادي أكيد ما فينا نتخيل نحن اليوم انه في روبو بده يحل محل الانسان من دون ما يتلقى اوامر من الانسان نعم. ولا بتكون الكارثه الكبيره بعتقد في افلام نعم. بتبين هالشيء هيدا بالسينما بتقطع مرات انه وقت يلي الروبو الانسان بيفقد السيطره عليه بيصير في كوارث كبيره بالعالم فبقى نعم. نحن وقت عم نحكي عن روبويات يلي بنستخدمهم منستع... بالصناعه وبالطب وبالزراعه وبمجالات ثانيه اكيد نحن عم نحكي عن عن روبويات معمولين ليسهلوا حياة الإنسان لأنه نحن لازم نعرف أنه الإنسان منه مخلوق ليقعد كل النهار نعم. يحمل علبة من هون يحطها هون نعم. الإنسان مخلوق ليبتكر لا ليبدع لا نعم. لا الروبو بيجي بيقعد محل, محل الإنسان بمصنع نعم. وبيحمل العلبة بيحطها من هون لهون كل النهار يعني هون فينا ناخذ الموضوع أنه الروبو عم بيعمل العمل الغير إنساني يلي ما بيتطلب من الانسان تفكير، يلي صحيح يلي ما بيتطلب من الانسان يا يلي ما بيتطلب من الانسان ابداع، يعني هو معمول بس ليشيل القصص الصعبه يلي كانت الانسان بدها التعب بدون ما تشغل له ذكاء يلي فيها ملل يلي فيها تكرار يلي فيها خطوره بمحل نعم. معين، نحن اذا بنرجع بالتاريخ لورا شوي وبنشوف الثوره الصناعيه وقت صارت نعم. بالقرن الماضي كثير كان في مخاوف بهالمجال وصار يقولوا انه الانسان شو بده يشتغل وشفنا نعم. انه وقت اللي دخلوا ال الالات والمكانات على على المصانع شفنا انه الانسان بالعكس بدل ما يقعد كل النهار ويعمل آآ آآ مهمه متكرره المكنه والماشينز فيها تعملها نعم. هو بيقدر يبدع بمحل بمحل ثاني وبيقدر يعطي انتاجيه احسن نفس الشيء عم بيصير بعلم الروبوت اليوم ما لازم نخاف من علم الروبوت بالعكس لازم نشجعه لازم نشجعه لانه هو موجود اليوم عم ياخذ بمجالات تانية محل لازم نوعي اولادنا على هال على هالاختصاص الجديد واليوم بدول غربيه مثل امريكا ولندن ويوروب تحديدا دخلوا بالمنهاج الدراسي ماده جديده اسمها ستيم اما ستيم هي اختصار لساينس تكنولوجي انجينيرينج ارت اند ماث يعني تخيلي طالب عم يتعلم ساينس انجينيرينج تكنولوجي انجينيرينج اند ماث بمادة وحدة ليدمج هالمهارات كلها المهارات اليدوية مهارات الهندسة مهارات البرمجة مهارات الفنون نعم. كلهم عم يدمجون بمادة وحدة ليصير في عنا إبداع أكتر للأجيال الجاية جو فكرت شو بدك تعمل بس تكبر؟ شو بدك تتخصص؟ ايه؟ شو؟ الكتريك انجينير ليه؟ ليه نقيت هذا الاختصاص؟ لأنه بس عملت روبوتيك حسيت إنه كتير حلو بس تكبر تشتغل شي بيشبهه شي بيشبهه يعني أنت عم بتفكر إنه بس تكبر تعمل اختصاص لتصير تقدر تخترع؟ نعم شو بدك تخترع؟ فكر بشي معين حابب تخترعه؟ لا بس يعني شو بتحس الناس بحاجة؟ شو مفكر؟ تعمل شي يساعد يمكن أهلك يساعدك أنت؟ مثلا هو مثلا يجيب لك بيت ماي هو ينظف البيت هو يجيب لك كباية مي لما قالك جلدة أم تجيب كباية مي <تصفح> أو هو يضوي الضو ضو الضو أو يطفي إيه وينظف البيت كمان ليه بدك ينظف البيت تمام ماما تقوم اوكي يعني عم بتفكر انت براحة مش بس انت تكون مرتاح بدك م. كل الناس يكونوا مرتاحين يلي عايشين معك م. بس هيك وغير شيء لا خلص بس هون الاختراعات اللي بدك تعملنا اياهم هلا اذا انت عمرك 8 سنين واخترعت روبو يعني بدنا نتوقع تخترع لنا قصص كثير احلى خبرني كمان شوي اكثر قد ايه وقت بلشت تشتغل روبوتيك تعلمت تشتغل مع فريق وانه ما فيني انا اعمل شيء لوحدي لازم اتعاون مع البقيه لانه البقيه كثير بيعرفوا منيح وكثير بيساعدوا بالاول ما كنت اعرف شيء هني كمان ساعدوني اتعلم مش بس الكوتش يعني شو كان دورك انت هلا اذا بتخبرنا بالفريق اللي كنتوا عم تعملوا هالروبو يلي رحتوا شاركتوا انت شو كان دورك؟ اعمل بروجراماسيون يعني انت كنت عم تشتغل على الكمبيوتر، انت عمرت شيء بالروبو، ركبته شيء؟ بالاول بس بلشت ما كنت اعرف اعمل بروجراماسيون، بس بعد كنت ركيب، بعدين مهم. بس تعلمت بروجراماسيون صرت اعمل بروجراماسيون برافو عليك، احنا بنهنيك وبنقول لك بنشجعك انك تضلك تتابع نشاطك ما بعرف وسام، شو بتقول له؟, له برافو وبقوله له نيالو نيالو لأنه أنا وقت يلي أخذت خيار أعمل كمبيوتر ساينس بوقتها ما كنت بعرف شو يعني كمبيوتر نعم. ساينس دورنا السيارة وتسجلنا بالجامعة واكتشفتها هلا لحسن حظي إنه نعم. حبيت هالاختصاص هيدا بس الطلاب يلي كانوا معي 80% ما ما عم يشتغلوا بالاختصاص تبعهم اليوم جو وقت يلي عم يكتشف على بهالعمر هيدا شو يعني ميكانيكال شو يعني الكتريكال شو يعني برمجه شو يعني هال هالامور كلها هيدي نعم. يلي نحن بعمرنا ما كنا نكتشفها هيدا بتصور بيساعده كثير بمستقبله لحتى يبدع ويروح عن انا عارف حاله لوين رايح مش مثل ما وقت نحن كنا نروح بايامنا نعم. آه يعني قد بتتوقع من هالجيل يلي عم بيصير له الفرصه انه يتعلم البرمجه بالمدرسه، انه يتعلم آآ علم آآ فينا نقول التكنولوجيا، انه يكون مخترع، شو بتتوقع انه المستقبل يكون وقد ممكن يصير في عنا تطور بالمجتمع؟ أه ولخير الانسانيه، هون بدي احدد الهدف انه قد ممكن تكون لخير الانسانيه؟ 100% ليكي وقت بنكون نحن عم ناسس لجيل بعمر جو 8 سنين اصغر شوي اكبر شوي عم بي عم يتعرف على هالعلوم هيدي هون بدي افتح بس هلالين سريعين لاقول اليوم بامريكا تحديدا نحن بنعرف انه الحكيم يتقاضى معاشه الشهري اما السنوي حسب الاختصاص تبعه يعني حكيم القلب بيقبض هالقد حكيم العيون بيقبض هالقد هذه تعرفي معروفه بامريكا اليوم اذا بنفوت على الانترنت وبنفوت بنشوف يلي يتقنوا لغات معلوماتيه نعم. يعني مثل لغات برمجه هن محددين انه اللي بيعرف بايثون بيقبض لنعتبر 120 الف دولار بالسنه اللي بيعرف هذا اللانجوج يلي بيعرف هذا نعم. الى اخره هذا هل, هل, هل فتحتهم لشو لاقول انه قديش هالاختصاص مهم لمستقبل الاجيال تبعنا، نعم. اليوم بوجود الاي او تي يلي عم يدخل على حياتنا بكل القطاعات، نعم. اه شو الاي او تي؟ الانترنت اوف يلي حكينا نعم. عنها من شوي يعني يعني انترنت الاشياء أشياء. بمعنى الاير كونديشن، المكيف، اللمبه، الغساله، البراد، كل هالاغراض الكهربائيه يلي هن منن مربوطين اليوم على شبكه الانترنت، نعم. بالمستقبل القريب رح يصيروا مربوطين مش مثل ما عم بيقول جو لحتى الروبو هو يعمل لي الضوء يطفي لي الضوء اما يجيب لي كبايه المي لانه هون الناس بتفهم انه رح نصير كسولين اكثر، لا اكيد مش كسولين اكثر رح نصير مع الاي او بس رح نصير بعالم افضل في مصروف الكهرباء اقل نعم. التلوث اقل، نسبه الوفيات بتكون اقل لانه اليوم نحن بنعرف قديش في عالم بتكون عايشه لحالها بشقق لا نعم. لسبب معين بمرض معين بتتوفى لانه بيصير في عنده شغله مفاجئه اليوم المريض اذا بنحط له نحن تشيب صغيره تحت الجلد تبعه بتكون مربوطه على الانترنت نعم. اول ما يصير عنده مشكله صغيره بالاي او تي رح يوصل نعم. مسج لاهله اما للطبيب تبعه وبيقدروا يخلصوا له حياته فاذا الاي او تي هي لنعيش بشروط أفضل بحياة فيها تلوث أقل وفيها مصروف أقل وأكيد فيها شوية رفاهية بمحل يعني اليوم أنا إذا بدي فوت على بيتي بقدر من التليفون تبعي يدور المكيف قبل بعشر دقائق هيدي رفاهية بس بنفس الوقت ما بكون تركته كل النهار داير وعم آه. يصرف كهرباء فإذا لا أرجع أقول أنه اليوم الجيل جو رح يستفيد من هالتكنولوجي وكثير مهم انه يتعرف عليها على بكير مثل ما عم يتعرف عليها جو قبل ما نطلع بتقرير ثاني طالما حكينا عن هيدا الموضوع انا هون حابة كمان نتابع بقصه اقتصاد المعرفه يعني نحن بنعرف انه هلا بالولايات المتحده في السيليكون فالي في هنيك شركات الانترنت شركات متطوره عم تشتغل وعم بيكون في عندها نجاحات باهرة، عم بيكون في عندها يمكن ارقام ربح غير كتير كبيرة، قد ايه هالشغلة كمان بتشجع وبتحفز التلاميذ الطلاب انه يتوجهوا لهالمجال هيدا هيدي شغلة هيدي شغلة بعتقد الطلاب صاروا بيعرفوها كتير منيح، نعم. يعني اليوم الاقتصاد الاقتصاد الرقمي نعم. إذا بدك هو اقتصاد عم يتطور كتير بالعالم واليوم الشباب بيعرفوا انه بيكفي يكون عندهم كمبيوتر جهاز كمبيوتر واحد مربوط على الانترنت وبيقدروا بيعملوا اللي ما بينعمل على مستوى صناعه البرامج والتطبيقات على مستوى التجاره اذا حبوا يجيبوا اغراض ويخلقوا صفحه على الانترنت ويبيعوا كل هالتفاصيل هذي هن معودين اكتر منا نحن منشوفها شوي صعبه بس اليوم انا بالمدرسه محل ما بعلم في عندي طلاب بنات وشباب بيقولوا لي عندي صفحه على انستغرام لنعتبر وعم بيع فيها ما راح نسمي يعني قصص نعم. هيك اغراض للشباب وكذا وكل شهر كل جمعه بعمل مبلغ من من المال بيكفيني انه يكون عندي مصروفه الشباب جاهزين لهالموضوع هيدا نعم. المشكلة شوي هي عند الأهل يعني بعد لا مش معودين مش معودين ليتم توجيههم بشكل نعم. أكتر أكثر وهن يسرقوا هالفرص هيدي يلي بتكون موجودة بمجتمعهم القريب إنه اليوم إذا في جمعية مثل الجوكود نعم. أما غير الجوكود موجودة بمنطقة معينة إنه يشجعوا طلاب أولادهم يزوروها ليتعرفوا نعم. عليها على القليل هون رح استفيد من هالنقطة لأطلع على تقرير عن الأهل هيدا النشاط بيختلف كتير عن بقية الأنشطة اللي ممكن يعملها الولد أول شي بيشتغل على دماغه للولد على اللوجيك عنده على المنطق آه، للمستقبل ممكن إذا اختار أي مجال علمي بالهندسه ببرمجه الكمبيوتر او اي قصص لها علاقه بهذا الدومين يعني ممكن هو نكون عم نحضره للمستقبل وهو مبين انه سوبر اكتيف وكثير بحب يفوت بقصص بالبيت اشياء تكنيك وتليفونات وايباد وقصص من هالنوع وحاطينه يعمل اكتيفيتي سبورتيف فانا ومو فكرنا نحط له اكتيفيتي تكون كمان هو وثابت انه مرة من هون وشفنا الأنص. فحبيت انه وجهه بهالدومين لانه كلنا بنعرف انه هذا الدومين حيصير بالمستقبل له مجال كثير مهم هون بألجو كود التلاميذ عم يجوا يتعلموا طريقه تفكير جديده نحن بنتمنى انه الاساتذه يكونوا عم بيطبقوها بالتعليم بالمدارس وخصوصي بالمناهج عنا بلبنان عم بيكون هون التعليم بيست على الستام بروجرام يعني عم يكون كل النشاطات اللي عم يشتغلوا عليها التلاميذ عم يتعلموا من خلالها اكثر من علم مع بعضه عم بيكونوا عم يشتغلوا رياضيات وسيانس وهندسه بطريقه كثير مهضومة وعم بيكونوا عم يتسلوا ويكونوا عم يستفيدوا بنفس الوقت. اول شيء صار تركيز اكثر آه، صار كل شيء اليوم بتعرفي بين ايدينا من تليفون لكمبيوتر لايباد اي شيء له علاقه بهذا صار يعرف يدخل عليه، صار بيقرا المانوال تبعه بالوقت اللي كان يمكن عم يكتشفه بطريقه عشوائيه، هلا صار باكثر بي عم بيفهم اكثر القصص اللي عم بفوت عليها، واليوم كل شيء صار مبرمج يعني من اصغر امر لاكبر شغله لاصغر شغله. صار عنده معرفه اكثر بالقصص التكنولوجيه ليقدر ياخذ يمكن قراره بالمستقبل، يمكن هلا ويمكن متكين بتاثر مني او من امه شو كل واحد عندنا دومين لأنه صار هلا عنده نوع من من الاتجاه الدومين تبعوله شو حيكون من بالمستقبل نحن عم ننظم مسابقه اسمها دبليو ار او هيدي المسابقه بتصير بكل سنه ببلد هي انترناشونال نحن بننظم المسابقه الوطنيه بلبنان واللي بيربح بلبنان رح يسافر ويمثل لبنان بهالسنه بتايلند، السنه الماضيه كانت بكوستاريكا أكيد 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 من الأشياء الضرورية بعصرنا نحن لأنه يعني أنا من الجنراسيون اللي ما لحقت الكمبيوتر بالجامعة وما لحقت قصص الانفورماتيك وهلا عم بتعلمها على كبر أكيد فيها معاناة أكثر بس يكون الإنسان صغير بيبقى مثل الإيبونج بيستوعب أكثر وكل شيء صار مبرمج رح نوصل لوقت يمكن الروبوت بده يجيب لنا أغراضنا وياخذ لنا أغراضنا دونك هيدا دومين له للمستقبل ليشتغل كمان بألغو كود بيجوا الأولاد بيمضوا ساعة ونص من الوقت كتير بينبسطوا نحن منشجع كل الأهل أنه يكونوا عم بيحطوا تلاميذهم الأمانة عنا بين إيدينا بس ما رح يكونوا بس عم يتسلوا بنفس الوقت عم يطلعوا من هون عم يفكروا بطريقة جديدة عم ينعطوا بخلال ساعة ونص من الوقت يحلوا مشكلة معينة ينفذوا مهمة معينة هذا الشيء رح يساعدهم كثير بحياتهم العلمية بعدين وخصوصي بالجامعة وحتى يعرفوا من هلا توجههم إذا هن بحبوا هذا هذا العلم ولا لا وأهم شيء منشجع البنات يفوتوا بهالتكنولوجي لأنه عن جد بيبدعوا بهذا المجال شفنا خلال التقرير عم ينحكى عن بطولة وشفنا رأي الأهل قدام ايه مشجع لأهل يمكن بعضهم مترددين أما ما بيعرفوا آه شو هي البرمجة الآلية آه بتحكينا شوي عن المسابقة يلي انحكى عنها وموضوعها آه الجوكود هي بتنظم ببيروت الـ WRO World Robotics Olympiad يلي بتصير كل سنة ببلد الطلاب بيشاركوا من خلال المدارس نعم. في عنا كمية مدارس عم تكبر كل سنة لأنه عم بيصير في وعي أكتر بهالمجال هيدا السنة الماضية مثل ما نقال بالتقرير كانت بكوستاريكا السنة رح تصير بتايلند بتصير المسابقة بأول الصيف وبأول الخريف بيسافروا على يمثلوا لبنان برا هلأ أهمية هيدي البطولة وين أنه بتخلي العمل يصير بشكل جدي اكثر جدي وجماعي يعني بيكون في فريق عمل مؤلف من ثلاث طلاب آه بيصير في مسابره على الشغل آه بنهايه الاسبوع من عشيه ونحن منعرف انه الطلاب بالمدارس قليل ما يختبروا هذا نعم. العمل الجماعي يعني بينطروا ليوصلوا على الجامعه ليصيروا يتعرفوا على كيف بيتعاطوا مع آه طلاب ثانيين جايين من من غير بيئه م. مشان هيك هالبطوله هيدي بتحطهم قدام هالتحدي الكبير وزياده عن هيك انه هن مفروض عليهم يركبوا روبوت نعم. ليحل مشكله معينه وعلى طول هالمشكله هيدي بتكون لها علاقه بحياتنا اليوميه اما المشاكل يلي عم نعيشها بعالمنا نعم. بتايلند السنه المسابقه عنوانها فود ماترز يعني بمعنى انه قديش في كميه اكل عم تنكب عم تنكب وديش في عالم فقراء عم ما نعم. عم تستفيد منها من هالاكل اللي عم ينكب فبقى هيدا توعيه للطلاب انه من خلال هالمهمه اللي عم بينفذها الروبوت انه لا نعتبر الخضره ولا الفواكه يلي هي فجه لا نعتبر رح ياخذها الروبوت يحطها بالخماره الفواكه يلي هي مستويه لازم ياخذها يحطها نعم. بالسوبر ماركت الفواكه يلي هي بلشت تهتري لازم تتاخذ لينعمل لينعمل فيها جوس او نعم. ينعمل فيها تصنيع يعني بهالمعنى هيدا فاذا هون الولد بنفس الوقت هو عم يشتغل بالروبوتكس بيكون عم بيكون عنده ثقافه انه كيف يستهلك اكله بشكل صحيح, صحيح. ويحس انه في غيره من الاولاد بغير عالم يمكن عم بيموتوا من الجوع ونحن بنعرف كم نعم. انسان عم بيموتوا من الجوع سنويا بهالمعنى هون الوقت ده. عم يخلص بس انا في كمان شغله بدي اسالك عنها هي كونك انت مدرب للاساتذه، قد بتحس في اشخاص آه هن اساتذه بالغين عم بيحبوا انه يصيروا مدربين انه يتعرفوا اكثر على هالعلم هيدا؟ ليكي الاساتذه هن حقل خصب بهال نعم. بهالمجال هيدا يعني في اقبال؟ في اقبال كثير نحن صرنا مدربين اكثر من 150 استاذ ب 150 نعم. مدرسه بلشت تطبق هالماده بالمدارس لبنان وبرات لبنان عم بدربوا. صحيح صحيح نعم. من عم العربية دول عربيه مغرب مصر اردن وهالشيء هيدا عم بخلينا نتشجع وقت اللي بنحس هال هالطموح يلي بدهم يوصلوا له نعم. الاساتذه لينقلوا هالمعرفه هيدي من خلالهم لطلابهم، هيدا الشغل هيدي شغله بتكبر القلب نعم. وعم نلمس نتيجة صدقيني بظرف اقل من سنه، يعني الاستاذ يلي بيجي من قبل مدرسه معينه بياخد دوره تدريبيه كيفيه تعليم الروبوت، آآ آآ بيظهر من عنا بيختبر الروبوت عنده فتره قصيره ببلش يدربها يدربها لطلابه نعم. وبيصير يشوف النتائج عم تتطور عكس ما كان هو متوقع. لك هون انه الخوف عم بيكون كثير كبير من قبل الأساتذة نعم. قبل ما يبلشوا بس اول ما يبلشوا يبلشو ونحنا اكيد عم, عم نساعدهم في عم بيصير في عم بيصير في ادمان خلص وقتنا لليوم انا بشكر حضورك معنا كمان ارجو انا بشكرك بانك جيت شاركت بالحلقه خبرتنا عن الخبره تبعك أه ونحن كثير فخورين فيك ومنشجعك انك تكمل ضمن هالنشاط هيدا وتخترع لنا قصص كثير احلى بعدين اكيد اكثر من انه تجيب لنا كبايه مي لهون بيكون خلصت حلقتنا لليوم حلقه مفيده حلقه كلها امل بتخلينا نقول انه ممكن بكره يكون كثير احسن انه ممكن بكره يكون في ابتكار انه يكون في خلق انه يكون في عنا مشاريع جديده ويكون في عنا اكيد مع التطور العلمي والتقنية تطور إنساني وتطور بالمجتمع لتكون حياتنا أفضل لهون أنا بودعكم بقولكم أنه فيكم تتابعونا على كل وسائل التواصل الاجتماعي اللي عم تمرق على الشاشة وبعطيكم موعد الأسبوع الجاي بحلقة جديدة وموضوع جديد وأجوبة جديدة انطرونا إلى اللقاء